امسكك وربنا كنت امسكك يا عم. انت بتخم بتخم. انا مش هلعب معاك تاني. لا هنلعب بكره. لا مش هنلعب بكره يا عم، ده هو النهارده بس المامور اجازه فكنا نلعب يعني. بص انت بص بكره يعني لو المامور خد اجازه برضه نبقى نعدي على كل زنزانه ونخبط ونطلع نجري. يلا روح انت تلو اقفل على نفسك. ماشي الو. ايوه يا بيبي وحشتيني يا بيت. بس بكاسي فاني بس يا بيت. مش هقول لك بحبك انا، لا بس يا بيت بقول لك ايه، انت لابسه ايه دلوقتي؟ طب والكلسون لونه ايه؟ يا لهوي ايه هتكفلي ليه؟ ابوك ايه؟ طب اكفلي استنى وصلت لك؟ ايوه يا عمي ايوه يا عمي كيفك؟ انت لابس ايه دلوقتي؟ انت عامل ايه دلوقتي؟ ماشي يا عم في حفظ الله. مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة. ياه فاطمة حبي الأول والأخير. أنا قلبي دليلي قال لي هتحبي لا 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 دايما يحكي لي وبصدق قال خلاص فاطمة. باشا يا نهار اسود برقص الباشا مأمور السجن. يا نهار اسود خد يا خلف. انت مش كنت اجازه يا باشا؟ خد يا خلف انت اجيب شويه ورق. خد تعالى هتضربني. تعالى انا اسف. انا كل ما اخش عليك بتتكلم في التليفون يا خلف. دي فاطمه باشا، بستنى المكالمه دايما الاسبوع للاسبوع يعني. وفاطمه دي حلوه خلف اللي انت عرفنا بيها طول حياتك؟ يا لهوي يا باشا، انت ما شفتش فاطمه دي؟ ده انت لو شفتها اقسم بالله هتطلق مرتك وتتجوز فاطمه. بهزر يعني. بص يا باشا، فاطمه دي الوش بدر منور ولا الجوام غزال والرموش بقى مسحوبك دي والخدود وكلكم بقى وشفايفها كوم تاني. الله ده انا اقسم بالله من حلاوتها لسه ما شفتهاش والله. لسه ما شفتهاش؟ ايوه. امال جبت الحاجات دي كلها منين يا خلف؟ ما انا اصحابي بيشكروا فيها. صحابك؟ ايوه ما انا واخدها على السمع يعني. انا مالي، انا ايه اللي خلاني اسالك يا خلف؟ ايه؟ تعالى خلف، بالنسبه للطلبات المدام كانت طالباها امبارح عملت فيها ايه؟ ايوه باشا جبت كل الطلبات وديتها للمدام في البيت. شكرا يا خلف. لا شكرا على واجب، وانا رايح كمان خدت معايا 4 مساجين علشان نخلص شغل البيت يعني. كنا خليه نحله يا باشا في قلب الشقه. ايوه الواد محمد دخل الحمام وقعد ياخد فمين غسيل شويه، والواد محمود دخل قعد ينشر اللي محمد غسله، اما بقى الواد حسين فقعد يذاكر للاولاد والهانم الصغيره. وانت كنت بتعمل ايه يا خلف؟ انا كنت بعمل مساج للمدام. احترم نفسك. هي اللي قالت لي تعبانه وظهري جاي ومش قادره قاعده بتعمل لك ده. ظهرها كان قافش. وبالنسبه لمش قادره عادي بالنسبه لك؟ خلف ايوه انا غلطان، مش هتروح البيت تاني يا خلف. ماشي خلينا في الشغل. ماشي يا باشا. انا وانا جاي لقيت الزنزانه بتاعت ابراهيم حسين فاضيه. أيوة. وديته فين؟ وديته انفرادي ليه؟ لا يا باشا ما انا صحيت النهارده الصبح انا ورشيت ميه قدام الزنزانه عادي زي ما متعود. أيوة. فقلت استغل انك في اجازه يعني وادخل افضفض مع الواد. لقيت الواد مخنوق وحالته بالبلا، قمت فاتح له باب الزنزانه قلت له لا اخرج فك عن نفسك كده وشم شويه هواء وابقى تعالى بكره ولا بعده يعني. والكلمه منك. هربت المسجون يا خلف؟ لا ما هربتوش، انا خرجت من باب السجن ولما الراجل كلمني قلت له على ضمانه المامور. يا حنين على ضمانه المامور يا حنين. ايوه المدام قالت لي حنين برضه امبارح. ولا ايه ايه هات لي كرسي. ايه ايه هات لي كرسي. في ماله الباشا؟ يا نهار اسود الباشا بيروح مني هات لي كرسي. دي غلطه، دي بوادر غلطه ان شاء الله. هتشل منك يا بني ادم. لا لا هتتشل. استنى بقى نجيب ايه؟ نجيب نجيب ايه ده؟ ايه ده؟ حد زقك وجري؟ ولا ايه اللي حصل؟ في ايه؟ مين اللي وجعك؟ يا منى. المدام؟ لا يا منى مش فاضيلك اقفلي دلوقتي. استنى عايزها بالنبي. ايوه يا منى الباشا وجع زي العجل كده. ايوه بص يا منى الرجاله تحب المسايسه، انا عامل زي ما بتعامل انا. اديني التليفون. امسك يا منى الباشا معاك. بتقول لك مش عايز تسمع صوتك، بيقول لك يا سم يا سم. ايوه ولا ايوه استهدي بالله يا منى وحضري شنطه هدومك وانا هعدي. ولا استنى الحق وزير الداخليه. تمام يا فندم. سلام يا منى. هات التليفون يا باشا. لا مؤاخذه يا باشا غور من هنا. حاضر حاضر غور من هنا. انا نفسي اعرف انت بتتعصب عليه اقسم. يوه يقطعني انا ايه اللي جابني الشغل النهارده؟ انت بتكلم نفسك يا باشا. الف سلامه عليك. انا قلت لك غور من هنا يا ابني. ما انا افتكرت حاجه مهمه كنت عايز اعملها لك مفاجاه يعني، كنت اقولها لك بكره لما تيجي. يلا بقى لما دماغك قول يا خلف. طب غمض عينك. خلاص ما تغمضش ما تغمضش. بص في فاكس جه من الوزاره
وقالوا فيه إنه بكرة إن شاء الله يعني في وفد من حقوق الإنسان جاي يزور السجن عندنا. وما قلتليش من ثلاث أيام ليه؟ ما كانتش هتبقى مفاجأة، قلت أفاجأة، قلت أفاجأة، قلت أفاجأة. هنعمل إيه يا خلف؟ لا لا ما أنا حضرت كل حاجة ما تقلقش. أنت اللي حضرت؟ أيوة يا باشا، أيوة يا باشا، جبت تورته وشايلها في الفريزر جوه، وجبت بص 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 جبت إيه؟ بص جبت إيه؟ بص يا باشا بص الله بص يا باشا جبت بقى الحاجات دي اللي هلبسها للجنة، خد أنت الأزرق وأنا آخد الدهب، ولا تاخد الدهب وأنا ما سيبك من بص حلوة قوي، وجبت بقى البتاعة دي بس مش عارف بقى بتشتغل إزاي، قالوا لي اعملها كده مش عارف فيها باشا، بس محتار بقى في الدخلة طفي النور ولا سيبه جاي. انت بني ادم مش حاسس بالمصيبة اللي احنا فيها؟ في ايه يا باشا؟ انا محضر كل حاجة، انت ليه ليه ايه ده مصيبة ايه ده؟ احنا السجن بتاعنا احلى سجن على مستوى الجمهورية كلها. ايوه يا باشا، ده احنا مرفهين المساجين اكتر ترفيه، موزع عليهم كلهم مسدسات تتعمل لي وبيتعلموا على بعض النتان جوه. ايه ده ايه ده ايه ده يا خلف؟ ايه ده؟ استنى استنى الصوت ده ماني معرفش، استنى هشوف. الحاجة يا باشا ايه؟ الوقت وصل؟ لا المساجين كلهم هربوا جايين يجروا علينا. يا نهار اسود، هنعمل ايه يا خلف؟ هنعمل ايه الخبع ده؟ اجري يا باشا اجري يا باشا، انت خبع انت خبع، اجري كتير اجري كتير. مينا نادر يعطيك العافية يا مينا، أكيد شكراً لكل ضباط وعناصر قسم الشرطة. الحمد لله يعطيك العافية. شكرا. ونعيماً الله ينعم عليك، قصيت شعرك. سيرين شو رأيك بالمشهد اللي شفتيه؟ معها حق كارلو، قصيت شعراتك راحت شوي من الهضامة تبعك، شو بدنا نعمل؟ مش عارف. أربي أربي مينا. نحن دايما بنتوقع منك الاحسن، لانه طبعا انت عندك خفه دم كثير مهضومه ولذيذه، وكيف تكتب مشيهتك اليوم ما كنت على قد ما نحن متوقعين للاسف، هيدي ثاني مره انا بالنسبه لي. شكرا سيرين. استاذ حسن انا زعلان منك يا والله، زعلان منك حقيقي، يعني زي ما قال سيرين نحن يعني حاطين امل عليك كبير، دي اقل حلقه قدمتها من يوم ما عرفتك، تصدق ان شاء الله المره الجايه تبقى احسن. هنيدي هالضحكه بس تضحكا اطلع برا يا تعال تعال تعال. لا انا مش هتكلم واقول مشاهد، وبصراحه انا تعبت من الموضوع ده وموضوع النصوص، وشايف مواهب حلوه جدا مستواها بيقل لاسباب عديده، فارجوكم اقعدوا على المشاهد على قد ما تقدروا يعني تصرفوا، لان في مواهب، وانا يعني الدرجه دي اديها لك لموهبتك مش للمشهد ده. العلامات لو سمحتوا سيرين واستاذ حسن ايضا. استاذ حسن العلامات ما كانت واطيه يا مينا، وهذا دليل قد ايه لجنه التحكيم بحبوك وناطرين الافضل منك الاسبوع الجاي. شكرا لك يا مينا. اكيد بنتمنى التوفيق لمينا يلي كان اخر المشتركين. لحظات لنجمع العلامات ونشوف مين حل بقمه الترتيب ومين بالوسط ومين بمنطقه الخطر.